يلا نجربوها مع بعضنا. يلا يكفينا الوقت ولا لا؟ ما نعرف يكفينا ولا لا. يلا نحطوا الشمعة تاعها هنا في النص ونجيبوا الشيكولا ها هي ونحطوا. يلا نكبي الفيديو شوية ما بما تذوبهاش وراسك غير قاعد تذوب. شوف والله غير يتذوب. شوف مليحة عجبتني والله غير ذوبت. ها ما نضفي ثانية قاعد تذوب في ساعة ماشي قاعد تطول ولا. أنا حكرتها نهار الأول قلت ما تذوب ما والو ماما أختي بالشمعة تذوب. هاي بالشمعة وتذوب يا جماعة. شوف شفتوا كيف هذاك الشيكولا ها رابعة نسنا نسنا. شوف وجماعة شفتوا كيف يسمى التجربة هذه ناجحة وهذه مليحة من ننصحكم بها. يلا ها هي ننصحكم بها بزاف خلاص مليحة. يسمى اللي شرتها مش في خسارة. أنا نحس فيها نهار الأول خسارة هكاي فرات وكي جربتها والله تذوب في ساعة مليح. سيوها جماعة وما كمش راح تندموا تاع الصح. في ساعة ذوبت الشيكولا ما رونت لي الحالة ها هذو اللي باقيت نتاعها. واللي تحب يسمى تقل شوية راحة فراز ولا عنب دير العنب هنا بالشوكة هذه. أنا ما عنديش هنا مش متوفر. دير العنب وتحطوه في الشيكولا هنا وتقطر هنا ويامي وراسك مغيرة ها طب نصحكم بها مليح وتذوب في ساعة. مع السمعة ها اح سخونة سخونة نصحكم بها بزاف راس مليح شريوها. لهنا بعد ما ذبتلنا الشيكولا ها هيك مليحة بزاف خلاص.